سيدي قاسم ضيوف شرف مهرجان المزامزه الجنوبيه لنقدم عن طلب البي مره اخرى كنرحبوا به نرحبوا بهذا المقدم هو مقدم وطني مقدم من المقدميه الكبار وصيت وطني اتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله. اذا كنطلبوا من الجمهور الكريم باش يحيي معنا بحراره هذه العلفه ان شاء الله اللي تبقى طالعه في التحيه ديالها باش نعطيوها واحد الترحيب خاص لهذه العلفه اللي جاتنا خصيصا من اقليم سيدي قاسم جات قطعه مسافات طويله علفه تاكنا سيدي قاسم لنقدم سي عوكله بالطريقه أخرى علفة اللي أمامنا الآن هي علفة جمعية تاكنا أو جماعة تاكنا إقليم سيدي قاسم لمقدم عن طلب البي إذا تصفيقات حارة أيها الجمهور الكريم سعادتنا بالبي ليس غريب على هذه المنطقه فانه شارك في مجموعه من المهرجانات الوطنيه كامثال مهرجان سيدي فليمي بسبات كذلك مهرجان راس العين الشاويه ومهرجان رجمنه ومهرجانات اخرين في مدينه فاس ومدينه الجديده وكذلك شارك ايضا بجائزه الحسن الثاني دار السلام نرحبوا به كنصفقوا عليه بحراره ومرحبا بك مره اخرى بقبيله المزمزه لان هذه القبيله تخص لك واحد الاحترام كبير لانك طورت هذا الفن الا وهو فن التوالده مرحبا بالسي عبد الله بن بي وكذلك نرحبوا برئيس الجمعيه السي سعيد مرحبا بك لانه هو اللي كان واحد الحلقه ديال الوصل بين السي عبد الله بن بي كذلك جماعه المزمزه والمنظمين ديال هذه المهرجان مرحبا بالخيارات السي عبد الله بن بي